حياكم الله وأهلا بكم في حلقة استثنائية وخاصة ومتابعة لأهم الهاشتاغات ومقاطع الفيديو الرائجة وما تم تداوله من قصص تعكس مأساة ما حصل في مستشفى الحسين في ذي قار. نسأل الله أن يتغمد أرواح شهداء وضحايا حريق مستشفى الحسين ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. بداية دعوني أنوه عن بعض ما سنتابعه في حلقة اليوم مع هذه العناوين بشكل سريع. اللحظات الأولى لاندلاع حريق مستشفى الحسين الأكثر رواجاً. منتسب أمني يفقد اثنين من ذويه في حادث حريق مستشفى الحسين. وكاميرا الفلوجة ترصد حجم الدمار الذي خلفه حريق ردهة العزل. لحظات مؤثرة لشاب يتعرف على جثة والدته يتصدر منصات التواصل. لم يستفق الشعب العراقي بعد من فاجعة مستشفى الخطيب في بغداد ليفجع مرة أخرى بنفس الألم والكارثة، لكن هذه المرة الفاجعة من موقع مختلف فبعيدا عن العاصمة بغداد الناصرية والتي نكبت ليلة أمس بحادث حريق ضخم داخل إحدى مستشفياتها وتحديدا في مستشفى الحسين التعليمي. عشرات من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين والكوادر الطبية والدفاع المدني، ولا تزال الأعداد في تزايد مستمر. أشلاء في أماكن مختلفة في مكان الحادث وأجسام متفحمة لا يعلم من هم أصحابها، فهناك الكثير من الجثث التي ما تزال مجهولة الهوية. غضب شعبي واستنفار عام وحالة تأهب قصوى في العراق مع إعلان الحكومة الحداد العام في المحافظة على أرواح من سقطوا في مستشفى الحسين التعليمي. وثمة إجراءات مشددة لمعرفة من المتسبب في هذا الحادث، لكن السؤال أما يكفينا لجان تحقيقية؟ أين أنتم من كل حادث يفجع به الشعب العراقي يوما بعد يوم؟ على أثر الحريق الهائل الذي شهدته مستشفى الحسين التعليمي وتحديدا في القسم المخصص لعلاج مصابي كورونا في ردهة العزل الصحي، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، فيما رجح مسؤولون أن يكون الحريق ناجم عن انفجار اسطوانات أكسجين في وحدة العناية المركزة، فيما هناك من ذكر أن التماس الكهربائي كان السبب في اندلاع شرارة الحريق. حالة من الذعر والهلع أصابت المواطنين والكادر الطبي المتواجد في المستشفى منذ اللحظات الأولى لبدء شرارة الحريق. الآن دعونا نتابع معا هذه اللحظات التي بدأت من خلالها الحادثة والتي أودت بحياة ما يقارب أكثر من 80 شخص وشهيد. الله أكبر، راحت العالم. اتصال بالدفاع المدني مال الناصرية. هذا مركز العزل احترق، هذا في المستشفى الإمام الحسين. الناس ظلت جوا واحترق بيه. الله ربي. يا معودي
الحين العده اتصال بالدفاع المدني مات الناصريه، خلي يتصل ترى راح يحترق المستشفى الثاني، ما جاي يلحقون على النار. هاي ظلت المرضى نصها ظلت جوا مستشفى الامام الحسين. الله يستر محمد وعلي. هلا من هناك يا روح من هناك، احنا معودين ما يجي لهنا هنا هي من هناك من هناك لا يقف ذاك المستشفى الثاني. كفى هذا كفى كفى لا يتم جوا يا معود. أما الشهود العيان فكان لهم قول آخر، حيث أكد مواطنون كانوا متواجدين في اللحظة الأولى للحريق أن هناك من أغلق الأبواب الثلاثة لقسم ردهة العزل والمستشفى وأحكموا إغلاقها بالسلاسل الحديدية لمنع وصول الأهالي إلى ذويهم أو إنقاذهم، وبالنتيجة الحريق مفتعل لا غير، هكذا يقولون، وهذا بحسب ما رواه المواطنون لوسائل الإعلام. وما بين تلك الروايات ومهما كانت الأسباب، سواء كان الحريق ناجم عن إهمال أو تقصير أو حادث مفتعل بالفعل، اليوم هناك أرواح بريئة حصدت دون أي ذنب. راح نعرض لكم ما تحدث به المواطنين عن هاي الحادثة الأليمة وإلكم القرار والحكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يدورون على طبعا اخوان للعلم لحد الان فرق الطوارئ الانقاذ وفرق الدفاع المدني لم تصل الى مكان الحادث ما عدا الشباب ابناء الناصريه، هذه نقطه راسه لابد ان نوضحها، ما عدا شباب الناصريه واهالي المناطق القريبه على مستشفى العزل. حسب شهود عيان اللي ذكرنا ما تزال الجثث لحد الان تحت الأنقاض، لحد الآن الجثث تحت الأنقاض. قبل شوية شباب شفتهم أنا شالوا جمجمة، يشهد الله على كلامي، شالوا جمجمة لقوها زين، واللي أشلاء اللي يلقون رجل هنا ويلقون هناك إيد ويلقون هناك شف مال رجل وشف مال إيد. والله إذن تم إعلان الحداد الرسمي في ذي قار حدادا على أرواح شهداء مستشفى الحسين التعليمي، واعتبر من مات منهم بمثابة الشهيد بعد ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 83 شهيدا و50 مصابا. اليوم تم تشييع رفات الشهداء إلى مثواهم الأخير، وتوالت بيانات وبرقيات التعزية إلى العراق من دول ومنظمات العالم بضحايا فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية. الأردن أيضا قدمت التعازي، والأمم المتحدة وكذلك جامعة الأزهر دخلت على خط المطالبة بتوفير بيئة ملائمة لصحة المواطن العراقي، وكذلك فاجعة مستشفى ابن الخطيب سابقا عكست فشل إدارة الملف الصحي في العراق على مدى السنين الماضية، وبلغ عدد المستشفيات الكرفانية في عموم العراق باستثناء أقليم كردستان قرابة 45 مستشفى، وذلك وفق مصدر مسؤول في وزارة الصحة العراقية، وهذا المصدر المسؤول فضل عدم الكشف عن هويته وقال إن المستشفيات بنيت دون الاعتماد على المعايير العالمية في بناء المستشفيات والتي تتضمن استخدام مواد خاصة في البناء ومراعاة شروط السلامة الصحية والدفاع المدني. هذه المستشفيات الكرفانية التي وجدت كحل مؤقت، يقال أيضا أن بناء تلك المستشفيات الكرفانية تقف وراءها أهداف سياسية و تعزيز نفوذ كل جهة من خلال بناء هذه المستشفيات الكرفانية، لأنه كل جهة تبني كرفانات باسمها من أجل الترويج لنفسها، ووزارة الصحة تشكو من غياب الدعم المالي والفساد الذي أهدر مليارات الدولارات في زمن وزراء الصحة الذين تعاقبوا على تولي ملف وزارة الصحة،
وأن المستشفيات عموما تفتقر لأبسط وسائل السلامة، وكارثة مستشفى ابن الخطيب كما ذكرنا ومستشفى الحسين أيضا في ذي قار شواهد على تردي واقع الحال في تلك المستشفيات التي أغلبها تعتبر مستشفيات قديمة. البلد يشهد تدهور مستمر في قطاع الصحة، والمستشفيات تشهد غياب لمنظومة الإنذار المبكر ضد الحرائق، وهذا أمر طبيعي بالعراق إذا كنت تتكلم عن بلد يعاني من كل هذه الأزمات كالعراق، لأنه أغلب العقود الخاصة بوزارة الصحة تذهب لشركات خاصة مقربة من الأحزاب المتنفذة، والنتيجة محرقة بشرية تتسبب باستشهاد حتى الآن 82 شخص كانوا رايحين لهذه المستشفيات حتى يتعالجون. هاي المستشفيات بها كاميرات مراقبة أكثر من وسائل إطفاء الحرائق، واللي باتت متوفرة حتى في البيوت والشقق السكنية، وبالتالي احتمالية تكرار حادثة مستشفى الحسين واردة جدا كما حصل في مستشفى ابن الخطيب، ومن الممكن أن تحدث حرائق أخرى وبقوة لا سمح الله مثل ما حدثت كما قلنا في مستشفى ابن الخطيب، خاصة أن جميع المستشفيات الآن باتت تستخدم قناني الأكسجين الطبي لمعالجة الحالات الطارئة لفيروس كورونا، وأن هذه القناني عبارة عن قنبلة موقوتة في ظل غياب منظومات الأكسجين الطبية المركزية المسيطر عليها. أما قناني الأكسجين فهي عبارة عن قنبلة من الممكن أن تنفجر في أي وقت في حال استخدامها بشكل خاطئ وفي ظل غياب منظومات الأكسجين الطبية المركزية التي من الممكن أن يتم السيطرة عليها بشكل صحيح. المواطنون يدعون من ربهم ويستنجدون بالعناية الإلهية، وهذا هو لسان حال أهالي مدينة الناصرية وذوي الضحايا بعد الفاجعة التي حلت بهم، جانبا من لقطات مصورة سنتابعها الآن لنقل الجثث وإسعاف المصابين وغضب الأهالي رصدناها لكم في هذا المقطع الفيديوي الذي تم تناقله وتداوله بشكل موسع على منصات التواصل الاجتماعي. أيضا امتلأت منصة تويتر ببوستات النعي والاحتجاج وعلى كافة المستويات الدولية والعربية والمحلية، ومن ضمن التصريحات الرسمية تصريح ذكر فيه رئيس الجمهورية برهم صالح أن فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد ما هي إلا نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات. وبشأن حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا واتخذ حزمة من القرارات. الاجتماع الطارئ ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في ذي قار ومعالجة تداعياتها. وقد خرج الاجتماع بعدة قرارات سأقرأ عليكم تلك القرارات، نبدأها بأولا البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادثة. ثانيا يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا. ثالثا سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه. رابعا توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار. خامسا اعتبار ضحايا الحادث شهداء وإنجاز معاملاتهم فوريا وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق. سادسا إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة. أما الآن سنشاهد فيديو تم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل، وهو فيديو مرعب من داخل المستشفى يظهر حجم الكارثة التي حصلت داخل مركز العزل الصحي
ويظهر عددا كبيرا للشهداء وعشرات الجثث مجهولة الهوية بسبب تفحمها بال. إذن منصات التواصل نقلت الأخبار المتعلقة بحريق وفاجعة مستشفى الحسين التعليمي أولا بأول، إذ نزلت كالصاعقة على الشعب العراقي. فأعلنت المحافظات الوسطى والشمالية وكذلك بغداد، تقريبا كل العراق، أعلنوا تضامنهم مع أبناء الناصرية. وأثارت هذه الحادثة، حادثة حريق مستشفى الحسين، جدلا واسعا في منصات السوشيال ميديا، الذين عبروا عن سخطهم من وضع العراق الصحي ومن كثرة الحرائق التي أصبحت تزهق أرواح المدنيين يوما بعد يوم، إضافة إلى ما تخلفه من أضرار نفسية جسيمة ومادية. الردود حول هذه الحادثة كثيرة، واخترنا لكم منها بعض التغريدات والتعليقات حول هذه الحادثة. نبدأها مع نور أحمد، تحدثت عن هذا الحريق. تقول نور: يردون يقضون علينا ويخلصونا، الله أكبر عليهم، حتى المريض مخلص منهم، الله ينتقم من المتسبب. هناك أيضا تعليق آخر من زمن المصالح، يقول: زمن هاي الأرواح اللي احترقت برقبة كل شخص انتخب الفاسدين وصعدهم، وهذه هي النتيجة. أين ستفرون من عذاب الله بالآخرة؟ اعلم يا بني آدم، أنت الذي صوتت وانتخبت حزب الفلاني والتيار الفلاني، كلكم ستحاسبون على فعلتكم. وهناك أيضا تعليق من علي الغزي، يقول: علي، أصبحنا نخجل من أن نعلن الحداد، أشعر وكأن الشهداء يقولون: هل هذا كل ما خرج منكم؟ لا بردا ولا سلاما حتى محاسبة الظالم. أبو محمد أيضا له رأي في هذا الموضوع، يقول: أبو محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، تماس كهربائي ماكو غير عذر، هو وين الكهرباء؟ أيضا تعليق، أيضا سنشاهد الآن ما رصدته أيضا كاميرات نقلات المواطنين الذين تواجدوا في مكان الحادث، ومشاهد أخرى عن هذا الحادث المرعب والذي تفاعل معه العراقيين بشكل واسع وكبير وبشكل مؤلم أيضا. وإذا نتابع هذا المقطع ونعود من بعده وإياكم إن شاء الله. إذن خلية الإعلام الأمني أيضا نقلت عن وزارة الداخلية قولها أن الحريق اندلع داخل 20 كرفان مشيد من الساندويتش بانل سريع الاشتعال، مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار. وتلقى العراق برقيات التعازي بحادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي من الأمم المتحدة وتركيا والسعودية، إضافة إلى مصر ودول أخرى أعلنت تضامنها مع العراق حكومة وشعبا. وضمن المقاطع المؤثرة التي انتشرت كثيرا على منصات التواصل والتي رصدناها لكم أيضا، مقطع فيديوي لمنتسب أمني وهو يعتصر ألما على فقدان 2 من ذويه وبقية المرضى الراقدين في المستشفى بفعل الحريق الضخم الذي حصل. نتابع. 2 راحوا معدين، 2 هاي للنكبة، هاي للنكبة، هاي عوائل النكبة تسب الناصرية، عوائل مستشفى كاملة تلقيت، الله يكون بعونك، الله يكون بعونك عمي، الله يكون بعونك، الله يكون بعونك، الله يكون بعونك، هاي عوائل النكبة، 2 شخصين راحوا معدين، يا دلبي يا دلبي، الله ينتقم من عندكم، الله ينتقم من عندكم، عوائل النكبة.
أيضا صحة ذي قار ذكرت أن وسائل إخماد الحريق لم تكن كافية، لذلك لم تستطع السيطرة عليه، ونتيجة لذلك الحريق التهم الراقدين في المستشفى، وللأسف أعداد الضحايا في تزايد مستمر. الآن نعرض عليكم لقطات لذوي الضحايا في ذي قار وهم يبحثون بين الأنقاض، يبحثون على جثث ذويهم وسط البكاء والعويل. في مشهد يحبس الأنفاس عبر مقطع فيديوي رائج على تويتر وفيسبوك، رصد ناشطون في مدينة الناصرية وفي موقع الحدث وهي لحظة تعرف ذوي الضحايا وبينهم شباب على أمهاتهم بين الجثث المتفحمة. موقف مشحوم بالعاطفة، موقف استثنائي وأيضا مؤلم جدا، لاقى ردود أفعال كثيرة وواسعة وتعاطف كبير ممن تابع أو شاهد هذا المقطع الفيديوي. إذن مبدأ التكافل والتعاون بين العراقيين ليس بجديد على هذا الشعب الطيب، ففي محافظة الأنبار انتفض الأهالي هناك لنصرة أبناء مدينة الناصرية في ذي قار كحال باقي المحافظات العراقية. وضمن ما تم تداوله رصدنا لكم أيضا لفتة إنسانية لشباب من أهالي الأنبار وهم يقومون بتوزيع المياه الباردة والمثلجة مجانا على أرواح ضحايا مستشفى الحسين التعليمي. أيضا السيد أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية كان له تعقيبا حول ما حصل وتعليق على حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي. إذا نتابع هذا التصريح ونعود أيضا من بعده معكم. ازدياد حالات الحريق في المستشفيات أصبحت فعلا خطيرة وينبغي الوقوف عليها. ما حصل اليوم في حريق مستشفى الناصرية في العزل في مركز العزل أيضا أمر خطير، مثل ما حصل في مستشفى ابن الخطيب. هذه بحاجة إلى رقابة شديدة في هذا الأمر. لحد الآن نحن نشك في حصول مثل هذه الأمور دون وجود رقابة. لذلك أنا أدعو بصفتي رئيس للجنة حقوق الإنسان النيابية فرق الدفاع المدني والمستشفيات وكل الدوائر المعنية بأن المراكز التي بنيت ب ساندويتش بانيل هي بحاجة إلى منظومة إطفاء، لا تتوفر منظومة إطفاء في كثير من المستشفيات والمحافظات. حصول الحريق خلال هذه الأيام في وزارة الصحة، في الناصرية، في بعض الدوائر الأخرى، كلها أمور يجعلنا أن نعيد حساباتنا. لذلك ندعو مرة أخرى الدوائر الرقابية
بضرورة الاهتمام بهذا الأمر وعدم الإفراط بحقوق المواطنين العراقيين. إذن هناك مقاطع فيديو كثيرة تم تداولها يوم أمس على منصات التواصل الاجتماعي وبكثرة، وأيضا انتقدوا من خلالها أداء وزارة الصحة ليس الآن فقط على مدى حتى السنين الماضية والتي تعاقبت على إدارة هذا الملف المهم والخطير في العراق، وأيضا وجهوا أصابع الاتهام إلى المؤسسات العراقية المرتبطة بوزارة الصحة وكيف غرقت بملف الفساد ولم حتى يكفها كل المليارات التي خصصت لها، وكتحصيل حاصل كانت النتيجة حدوث هذه الحرائق بشكل كبير وفي أكثر من مكان، وكانت النتيجة هي أرواح تزهق هنا وهناك. هناك تعليقات أيضا كثيرة حول ما حصل، نبدأ هذا التعليق مع أمير فرحان. يقول أمير في تعليق له: لو تمت محاسبة الوزير السابق والمتنفذين في الوزارة ومدير مستشفى ابن الخطيب والكوادر المسؤولة بشكل حازم وصارم كأي دولة في العالم يحصل فيها حريق في مستشفى وتذهب ضحايا على إثر ذلك، هل كان سيحصل حريق في مستشفى الحسين؟ هو تساءل عن هذا الموضوع. أيضا هناك تعليق من حسين الفتلاوي. ماذا قال حسين؟ يقول: سبب الجدران الثانوية والسقوف وعدم وجود إطفاء مركزي للحرائق، تلاحظ ثواني انتشار الحرائق، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الناصرية تنزف يوما بعد يوم. هناك تعليق آخر من ساكار. تقول ساكار: شنو الفائدة يستقيل مدير الصحة وأرواح الناس اللي راحت واللي تشوهت شنو ذنبهم؟ المفروض يحاسبون حساب شديد من المدير إلى الوزير. ما هو دورهم؟ مستشفيات بدون مخارج طوارئ، بدون أي أمور السلامة والأمان. الانتقادات أيضا كثيرة، وهنا تعليق آخر من الموصلي بلال. يقول بلال الموصلي: إش قد نحاول نصنع لنفسنا أمل بالحياة والتأقلم مع الوضع بالعراق ما ينفع، من مأساة إلى مأساة، والفساد ما راح يتركنا نعيش بحالنا أبدا. هاشتاج مستشفى الحسين وهاشتاج مستشفى الناصرية. أيضا هناك تعليق آخر من مصطفى كامل، قال فيه: أثناء التواجد قرب ردهة الإنعاش اللي خصصوها للأشخاص اللي تم إنقاذهم، سمعت امرأة كبيرة بالسن تتكلم بصوت خافت ويا امرأة ثانية تقول لها: لا تقولي لها على ابنها، ترى من ركضه وطاح منهم بالنار ومات. هذا الموقف ما ينسي. طبعا هذا جزء بسيط من مئات التغريدات التي علق من خلالها الناس والمتعاطفين مع هذه الحادثة، سواء على فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام أو أي منصة أخرى. إذن أيضا كانت حلقة اليوم مخصصة بشكل كامل عن فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي. لا يسعني في ختام حلقة اليوم سوى أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح شهداء فاجعة مستشفى الحسين التعليمي بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. إلى الملتقى.